استوعبتوه على بره. المجموعه اللي بعدها تخش عشان محدش ايه نتزاحم عليها وما نشوفش حاجه. فاهمين هنعمل ايه ولا لا؟ النهارده هنتكلم على مين بقى؟ محمد. لا ممكن تسكر ال خلصنا الاوبرز. سؤال الحاجه فيما اصلش الاوبرز بس اللي هي الليمفاتيك درينج بتاعت الاوفر. الليمفاتيك درينج بتاعت الاوفري والتستس زي بعض. الاثنين رايحين، احنا قلنا هو جايين منين واتخلقوا فين الاثنين دول؟ فوق جنب الاورطه فوق، مش كده؟ ففي جنب الاورطه في مجموعه ليمف نود اسمها بارا اورتيك ليمف نود، فزيها زي البلاد سبلاي بالظبط. فالليمفاتيك درينج اللي طالعه من التستس بتروح للبارا اورتيك ليمف نود، بتروح لمين؟ بارا اورتيك. سواء فيها تاخدوا بروبلم مثلا في كارسينوما في الاوفري ولا كارسينوما في التستس، تتوقع ان هيحصل امتداد لهذا الكانسر الى الليمف نود. اي ليمف نود بتروح لها اللي هو البارا اورتيك، ملهاش غير في، لا في مفيش حاجه اسمها بري اورتيك. البري اورتيك شغل انتستين، مع مفهوم كلام ولا لا؟ انما شغلنا في الاوفري والتستس كله على مين؟ على البارا اورتيك ليمف نود. نيجي بقى للايه؟ للفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب شغلتها انها بتريسيف اوفيوليتد اوسايتس. الاوسايتس اللي غير خارجه من الاوفر المفروض تتحرك فيه، سواء كانت اوفا فيرتلايزد او نوت فيرتلايزد. هي مكان للفيرتلايزيشن، الكلام ده انتوا عارفينه كله، انه بيحصل فيرتلايزيشن في اللاترال وانسيرد مين. الله ينور عليك. انها متصله باليوترس، وهنشوف دلوقتي ازاي متصل باليوترس واي جزء فيها متصل باليوترس، اسمه انترام يورال بارت. ان هي does not physiologically attach to the ovary. يعني ايه؟ يعني يعني الشغل اللي بيتم في الاوفري شغله كله مع مين؟ البلد. مع اليوترس. التشينجز اللي بتحصل في اليوترس. لكن هل في تشينجز بتحصل في الفالوبيان تيوب لها علاقه بالاوفري؟ لكن في اتصال بين الفالوبيان تيوب والاوفري اناتوميكا. فهمتوا القصه ولا لا؟ القصه اناتوميكا وليس فيسيولوجيكال. سبورتد بحاجه اسمها برود ليجمنت. للمره الثانيه بسمع ان في سبورت. امبارح كان في سبورت للاوفر، فاكرين الثلاثه ليجمنتس اللي اتكلمنا عليهم؟ وكان في واحد قلت لكم اجلوا له البرود ليجمنت لان كله شغله مع مين؟ مع اليوترس. النهارده بنسمع ان الفالوبيان تيوب سبورتد بليجمنت واحد، يتحفظ بقى الوقت لغايه ما نفهمه اللي هو مين؟ برود ليجمنت. انما في الاوفري قلنا ان السبورت بتاعت الاوفري كان ثلاثه ليجمنت، اهمهم كان واحد اسمه سسبنسوري ليجمنت، فاكرين ولا لا؟ ثم واحد كان اسمه راوند ليجمنت، ثم واحد كان اسمه ميزوفيريوم اللي هو متصل بالبرود ليجمنت. مش ده اللي حصل؟ النهارده بقول ان في سبورت للفالوبيان تيوب اللي هو البرود ليجمنت. طولها قد ايه؟ 10 سم. هي عباره عن اجزاء، البوزيشن بتاعها موجوده فين؟ في الفري بوردر اوف ذا برود ليجمنت. واحد يقول لي طيب انا برضو مش فاهم، عشان افهم بقى البرود ليجمنت لازم افهم الاول اليوترس. فاسمحوا لي بس ناجل قصه، برضو كل شويه انا قاعد اجل في البرود ليجمنت، قاعد اجل في البرود ليجمنت. انت كده شايف؟ صحيح؟ هاجل في البرود ليجمنت لغايه ما افهمه صح، لكن برضو البوزيشن بتاعها نحفظ مع بعض دلوقتي ان لها علاقه بايه؟ ليها علاقه بايه؟ بالفري بوردر اوف ذا برود ليجمنت. هتفهموه حالا ازاي له علاقه بالفري بوردر اوف ذا برود ليجمنت. لها فتحتين، الفتحه الاولانيه اليوترس والاوفر، فتحه في اليوترس وناحيه الاوفري بتفتح في البريتونيال كافيتي. مهم قوي. الفالوبيان تيوب في الفيميل فتحه في البريتونيال كافيتي، يعني البريتونيال كافيتي في الفيميل فتحه الاكستيريور. واضح كلامي ولا مش واضح؟ لغايه ما نفهم يعني ايه بريتونيوم. احنا قلنا البريتونيوم هيتشرح مع مين؟ مع الجي اي تي اللي هي كلوز دي ساك اللي هو الانتستين متداخله فيه. بس اشرح لحد دكتور عشان نفهم. صعب جدا. لا لا بس مش هتعرف. عايز اربع ساعات. بشاره في اربع ساعات. حدود حدود الفلاني. من هقولها اهو. من هقولها اهو. دي ساك. الابدون بتاعتنا دي فيها ساك مقفول كلوز دي ساك. الانتستين والاورجنز بقيه الاورجنز اللي في الابدون متداخله فيه. بحيث ان هو مغطي كل الاورجن ولكن الاورجن كلها خارجه. وضحت ولا لسه؟ فاهمين قصدي؟ بمعنى لو انا صوره بس بسيطه. دكتور ترى موجود التست في الدرك هنا تحت المخصل. لا ده تبع الجي اي تي هم بس انه لا انا عايز افهم ايه شكله ايه مع التست. يعني افترضت ان ده البريتونيال ساك ودي التست، ما بقاش المنظر كده او دي كده. الاورجنز اللي موجوده في الابدون متداخله مع هذا البريتونيوم بحيث ان البريتونيوم يغطيها كلها. يعني مثلا يجي هنا
يغطي حتة انتستين ويكمل، وبعدين يروح يغطي أورجن ويكمل، يعني هنا أورجن وهنا أورجن، فكل ده متداخل مع مين؟ مع البروتينال كافيتي، وكلهم منفصلين على بعضهم بلاير من البروتينال كافيتي، لكن كلهم برا مين؟ الكافيتي، برا الكافيتي، كلهم محشورين في الفالوبيان تيوب. بقى فتحة فين الفالوبيان تيوب؟ في الكافيتي، وهتلاقي الاوفري في الحته دي، الفيمبريا بتاعت الاوفري على الاوفري وفتحه في الكافيتي، ده فتحه في الكافيتي في البروتونيال كافيتي. واضح كلامي؟ لغايه بقى ما قصه البروتونيوم ده قصه ثانيه خالص، وهنجيب سيرتها ثاني مع الفالوبيان تيوب لما يجي في الجي اي تي واحنا بنشرح في الجي اي تي. لكن الوقت اعرف بس ان هو بيفتح فين؟ له فتحتين، الميديال 1 اللي اكيد هتبقى فتحه فين؟ في اليوترس. اللاترال اند في البريتونيال كافيتي اللي هي موجوده على الاوفر. مع انكم سمعتوني امبارح وانا بقول البوزيشن بتاع الاوفر فين؟ ريترو بريتونيال، خلف البريتونيال. ما يمنعش ان هو يبقى كاورجان خلف البريتونيوم داخل، وفي نفس الوقت هو خلف البريتونيوم، انما البريتونيوم كساك الفالوبيان تيوب فتحه فيها جنبها وجنب الاوفري، بحيث ان ساعات كتير جدا تطلع الاوفا من الاوفري فممكن تخش على فين؟ وممكن يجي سبيرم جاي من عند اليوترس رايح للفالوبيان تيوب وعدى الفالوبيان تيوب وعمل لها فيرتلايزيشن، وهي فين؟ في البروتينال كافيتي، ويحصل حاجه سمعتوا عليها اسمها اكتوبيك بريجنسي. مش ده اللي بيحصل؟ فاكرين الاكتوبيك بريجنسي اللي هو كان بيحصل في الفالوبيان تيوب؟ او ممكن يحصل ابدومينال. واحد مول يسالني يقول لي ابدومينال، طب ما هو الحمل كله ابدومينال. ايوه انا عارف ابدومينال اللي نقصدها ان هو مش جوه اليوترس، ان هو موجود على البريتونيوم. ليه؟ للوضع التشريحي للفالوبيان تيوب اللي فاتحه في الكافيتي وجنب الاوفري. واضح كلام ولا لا؟ اذا باختصار هي لها اثنين اند، ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند فتحه في اليوترس ولاترال اند فتحه في البريتونيال كافيتي. اذا البريتونيال كافيتي في الفيميل اوبن ساك ولا كلوزد ساك؟ اوبن ساك على الاكستير، انما في الميل كلوزد ساك، مفيش حاجه فاتحه فيه. واضح ولا مش واضح؟ مهم قوي الكلام، مهم قوي. بعدين اجزائها، في جزء هنا يمكن الاستورج اتكلم فيه اللي هي الفالوبيان تيوب اللي هي السيليا اللي هي موجوده جوه الاترين تيوب، سمعتوه طبعا اللي هي بتحرك الايه؟ راش بورت. ايوه اللي هي بتحرك مين؟ ماليش علاقه بالكلام ده، اللي هي بتاخد لها من 3 4 ايام في الحركه من اللاترال اند للميديال اند لغايه ما توصل للاترين كابت. الفيمبريا وهي اللي انا قلت لكم عليها كانت الفيندر لايت بروجيكشن وشفتوا لها صوره اللي هي موجوده عند اللاترال اند بتاعت الفالوبيان تيوب. فاكرين لما عملت ايدي كده امس اللي هي فوق الاوفري اللي هي بتاخد الايه؟ الاوفا من على السيرفيس لما يحصل لها اوفيوليشن. الفلترايزيشن احنا اتكلمنا بيحصل في اللاترال وان سيرد منها. ده صوره لحركه الاوفا لما يحصل فلترايزيشن. المنظر اللي بقول لكم عليه يمكن شويه اقدر افهمه ان الاوفري ده وضعه التشريحي ريترو بريتونيال، والفالوبيان تيوب متصله بيه وفاتحه فوقيه اهي، لكن هي نفسها فاتحه في مين هنا؟ اهو ده فتحه في البروتينيال كافيتي، ولذلك ممكن تسقط الاوفا من هنا بدل ما تتحرك هنا تريح، تريح يعني تنسدح هنا لغايه ما يجي لها سبيرم، وممكن يحصل فيرتلايزيشن، ولان انت هنا في البروتينيوم ممكن يحصل لها امبلانتيشن يعني تلزق في البروتينيوم ويحصل ما يسمى الاكتوبيك بريجنسي ابدومينال او بريتونيال بريجنسي. ما بيكملش طبعا. انتوا معايا ولا مش معايا؟ الفالوبيان تيوب اجزاءها ايه؟ انفانديبولم، امبولا، اسمس، انتراميورال بارت. يعني ايه الاجزاء دي؟ هذا الجزء ده اليوترس، حدود ايه؟ الجزء من الفالوبيان تيوب اللي هو الجزء ده حتى المنطقة الكافيتي بتاع اليوترس يبدا من هنا. هذا الجزء يتبع الفالوبيان تيوب. هذا الجزء يخترق الماسكوليتشر اوف ذا يوترس. هذا الجزء المخترق الماسكوليتشر اسمه انتراميورال بارت. اسمه ايه؟ انتراميورال بارت. في جزء فيها اسمه امبولا، وهي مكان الفيرتلايزيشن اللي هو بيبقى موجوده عند المنطقه اللاترال وان سيرد هنا. في جزء منها هو الفينجر لايك بروجيكشن اللي هو اللي بنسميها الفيمبريا.
انا عندي انتراميورال بارت الاسمس الامبولا والانفانتيب. واضح ولا مش واضح؟ نقول اجزاء تاني. الجزء ده هيبقى مين؟ انتراميورال. يمكن مش مكتوبه قدامكم. هنا هيبقى مين؟ امبولا. الحته دي امبولا اللي هو الجزء اللاترال وانسير. هنا اللي هو الفيمبري. الجزء هنا ما بين الامبولا وما بين الانتراميورال بارت الجزء ده بيبقى نار في المكان ده. يعني الجزء ده اللي هو هنسميه ايه؟ اللاترال ده الامبولا والانتراميورال في الجزء هنا. الجزء ما بين الانتراميورال والامبولا وهو اضيق جزء فيها بيسموه اسمس. ودي الفينجر لايك بروجكشن. انتوا مش شايفين فتحتها، مش شايفين الفتحه بتاعت دي الوقت. متجه ناحيه الاوفري ومتجه ناحيه الكافيتي اللي اسمه البروتينال كافيتي. انا بعيد وزيد تاني ان هو ما انت فاتح في البروتينال كافيتي. يبقى هي كام جزء عشان ما نطولش فيها؟ هي ملهاش لازمه. لا لها لازمه يعني. بس يا واد ايه حكايه اليوترس بقى؟ اليوترس موجود بلفيك اورجان في بوزيشن ما بين اليورينري بلادر والريكتم. موجود في البلفس. في اي بلفس؟ البلفس اللي بيسموه ترو بلفس. البلفس في العظام لما نشوفها في الاسبوع اللي جاي هتلاقوه فولس بلفس وترو بلفس اللي هو الجزء التحت اهو. حلو قوي ماشي. بس ده الاسبوع اللي جاي. ده شكل البلفس. في جزء هنا هرسمه لكم بالقلم بيسموه البلفيك بريم. بلفيك بريم بي ار اي ام اللي هي حدود ما بين الفولس والترو. شايفين الخط تاني اللي انا رسمتهم دول؟ شايفينهم ولا لا؟ افتح النور. شايفهم؟ في دايرة دايرة مرسومة يعني. المنطقة اللي عند الاليا دي المنطقة دي الفولس اللي فيها الانتستين بقى والديستندنج كولون والسيجمويد كولون 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 هنا. انما لو دخلت تحت مستوى البلفيك بريم زي ايدي كده الوقت لو انا حاططها هنا. حد شايف يدي الحين؟ شايفين جزء منها. لكن هي موجودة فين الان؟ في الترو بلفس. المنطقة دي اسمها سيمفيسيس بيوبس. وراها مباشرة اليورينري بلادر. وراها في السيمسس يا واس. انت لو ما ركزتش اخطفك خطف. السيمسس بيوبس ده وراه شيء زي عارفين الليمون؟ شفتوا الليمونه؟ ادي الليمونه كده نحطها ورا السيمسس بيوبس. دي هتبقى مين؟ دي البلاد. وهنجيب ليمونه ثانيه ونحطها ورا الليمونه الاولانيه. ده اليوبس. واضحت ولا لسه؟ ونجيب انبوبه بتيوب ونحطها على عظمة السكرم دي في الخلف خالص. ده الريكتر. يبقى ترتيب الاحداث بيقول ايه في الفيميل؟ بلادر يوترس ريكتر. بس واضح؟ واضح؟ طيب نكمل بقى نفهم. معلش نو اسف. موجود بين البلادر والريكتم هولو اورجان. ايه الفانكشن بتاعت اليوترس؟ كلام عادي بقى. اليوترس بيعمل ايه؟ حفظ الطفل. حد عارف اليوترس بيعمل ايه ولا مش عارفين؟ كونزرفيشن زايجوت. يعني هو بالعقل كده اليوترس ده ربنا خلقه عشان ايه؟ انا مش بتاع فيسيولوجي لكن ربنا عمل اليوترس ليه؟ عشان البني ادم ريسيف الفيرتلايزد اوفا الاول. وظيفته يحفظها يكمل فيه البريجنسي. ريتين الفيرتلايزد اوفا نارشمنت للفيرتلايزر للبيب للامبريو اللي هيتكون. احنا بتوع الاناتوم ما يهمناش كتير. هتلاقوني داخل اللي هو الارتيريال سبلاي والليمفاتيك درينج بتاعت الفالوبيان تيوب. نرجع لها تاني. حاجه غريبه مش غريبه قوي لكن هقول لكم على حاجه عشان تفتكروها. الفالوبيان تيوب بالذات بتاخد دبل بلاد سبلاي. لكن المين ارتيريال سبلاي للفالوبيان تيوب الاوفيريان. فالوبيان تيوب اوفيريان. الاوفيريان ده بتاع الاوفر. ايه المشكله يا اخي؟ ما هي الفالوبيان تيوب متصله من عند الاوفر لغايه اليوترس. ففي عندي من امبارح لما اتكلمنا قلنا ان انا عندي الاوفري اذا كانت دي الفالوبيان تيوب ففي اورطه وفي بلاد سبلاي جاي للاوفري منين؟ اللي هو الاوفريان. بيطلع منه ارتيريال سبلاي في سبلاي اللاترال اند بتاعت الفالوبيان تيوب من الاوفري. اوفري. اما هنا هنوصل لمين؟ اليوترس.
سيرفكس فاجينا. البلاس سبلاي بيبقى جاي لليوترس من تحت من جنب السيرفكس كده، بيسبلاي الوول ويسبلاي الجزء اللي هو الانتراميورال والاسمس. يبقى البلاس سبلاي للفالوبيان تيوب جاي من مصدرين ولازم يتقالوا كده، الاوفيريان بيدي الجزء الامفيمبريا والامبولا، اما الاسمس والانتراميورال بياخدوا منين؟ من اليوتراين. اليوتراين ارتر ويسبلاي الميديال بارت انا قلتها، والاوفيريان ارتر. الليمفاتكس بتاعت الفالوبيان تيوب راحوا فين؟ نفس الليمفاتكس بتاعت البدرين في البارا اورتك، لان هي اقرب للاوفري اللي هو بيدرين بالبارا اورتك. واضح؟ اليوترس اجزاؤه فندس بودي سيرفكس، في جزء هنسميه الاسمس وجزء ضيق فيه، انما سيبوه مش عايز اعرفه، انما الاساسي القبة. عارفين قبة يعني ايه؟ القبة دي السقف. هحدد حدودها منين؟ ما يسمى بالفندس، عند دخلة الفالوبيان تيوب. يعني اليوترس لما برسمه بعمل له قمة كده، وهقول الجزء ده هيخش فيه الفالوبيان تيوب، والجزء ده هيخش فيه الفالوبيان تيوب، ثم هكمل بعد كده اليوترس. لو شديت خط ما بين الانترنس بتاع الفالوبيان تيوب، الجزء الاعلى من عندنا ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الفندس. الجزء الباقي ده اللي بيسميه ايه؟ البودي. لحين وصولي الى منطقه مين؟ الكونستراكشنز اللي هو البارت اللي هو كونستراكتد ده، اللي احنا هنسميه السيرفكس، اللي متعلق فيه بعد كده الفاجاين. هاجي هنا ونشوفها برضه. الجزء ده هيبقى اللي هنسميه الفندس، ثم بعد كده دخلت الاثنين فالوبيان تيوب، ثم بعد كده البودي، واجي هنا اعمل السكند بارت اعمله بالمنظر ده اللي هو السيرفكس، ثم علق فيه الفاجينا بالطريقه دي زي ما هنشرح دلوقتي. واضح؟ اجزاء اللي هو اللي بنسميها الوول نفسه بتكون من ايه؟ من الداخل الى الخارج، وده شغله ما يهمنيش في الاناتومي، اللي هو الجزء الداخلي بيبقى بنسميه اللي هو الاندوميتريوم، اللي هو الطبقه المبطنه لليوترس. تحطوها النهارده ولا لا؟ وبعدين مجموعه العضلات نفسها اللي بيسموها ايه؟ مايوميتريوم. ثم الكفرنج الخارجي اللي على اليوترس اللي بيسموه بيريميتريوم. يهمكم قوي في الهيستولوجي الكلام ده. تجميعه بسيطه بس، البلاد سبلاي ده اليوتراين ارت، شايفين ده؟ اوفيريان ممكن يخش كبلاد سبلاي للاوفري، مش قوي مش كتير، انما ممكن بعض البرانشز اللي راح للفالوبيان تيوب تكمل على التيوب وتروح لجزء اللي هو الملاصق للفالوبيان تيوب، فبنقول ان الجزء ده جاي منين. لكن هل هو الاساس؟ هل هو المين ارتيريال سبلاي لليوترس؟ لا. المين ارتيريال سبلاي هو مين؟ اليوتراين ارتري، اللي هو جاي من شريان اسمه انترنال ايلياك ارتري. ونعيد الكلام تاني، فاكرين لما كنت بقول الاورطه كنت اقول كومان اليك وكومان اليك، وكل كومان اليك بينقسم الى انترنال واكسترنال. البلاد سبلاي اللي جاي من اليوترس جاي من ده، من الانترنال اليك ارتري، وبيسبلاي اليوترس والسيرفكس وجزء كمان عالي من الفاجينا، انما مين لي اللي بيديها اليوترس والسيرفكس. نخش على المهم، انا برسمه اهو بير شيب موجود في الليسر بيلفس. يعني ايه في الليسر بيلفس؟ الجزء اللي هو ترو اسمه ليسر، اللي هو الصغير، انما اللي فوق اللي مفتوح ده اسمه ايه؟ اللي هو الجر. ايوه تمام. البوزيشن بتاع اليوترس ديسكرايبد از انتي فيرتد انتي فليكس، يعني القعده اللي انا قعدتها على الكرسي امبارح فاكرينها؟ فاكرينها؟ يبقى وضع اليوترس هل هو على استقامه مع الفاجينا؟ لا. هل هو على استقامه مع نفسه؟ لا. يعني هو مثني منثني مرتين، مرة على نفسه ومرة هو والسيرفكس على الفاجينا. هو والسيرفكس على الفاجينا، فيسموه انتي فيرتد انتي فليكسد، وعكسها ايه؟ ريترو فيرتد. خلي بالكم، هو لو اليوترس زي ما انا قعدت امبارح وهعملها بيد كده اهو، مش كنت قاعد كده امبارح؟ مين ده؟ دي السر، ده الفندس. يبقى الفندس هي اللي قريبه من مين؟ الابدومن. الابدومن ده لو افترضنا ان اليوترس كبر يعني، لكن هو احنا قلنا ده قد الليمونه ورا السيمسس بيوبس، قد الليمونه بالظبط. اه موجود، هتشوفوه. يعني لو واحده مش بريجننت اليوترس والنور خالص، خلف مين؟ عارفين الحامض، بس ما هو في ليمون بتاعنا بتاع مصر اللي قد كده، وفي ليمون بتاع سوريا اللي قد كده. الاصفر والاخضر. التاني كبير شويه، هو قد كده.
عشان ما حدش يفتكر ان الفندس ويوترس يبقى ده انتر ابدومينال وول لما يكبر. انما هو اصلا خلف الايه؟ خلف البلازما. وهتشوفوا الوقت وضعه. فانا لما اقول هتشوفوه لما اقول اهو الصفرة اللي انتوا شايفينها دي مين؟ الصفرة دي دي البلاد دي مين كده دلوقتي؟ شايفين اليوترس عامل عليها ايه؟ عامل ايه؟ مريح هي تحت. وهو ملاحظين في حاجة؟ هو اهو وبقيته فين؟ منسان على نفسه اهو. وبعدين الفاجينا هتبقى زي القلم كده. وصلت ولا لسه؟ شايفينه ولا لا؟ اللي هو الجزء الوردي ده زي كده 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 انتي فيرتد انتي فليكس وضعه. عشان بقى تفهموها ونخلص منها. هذا وضع في لاترال فيو. احنا بنقول البوزيشن بتاعه انتي فليكس. يعني ايه انتي فليكس؟ نقرا مع بعض. البودي بتاع اليوترس بيعمل انجل مع السيركس. الانتي فليكشن غير الانتي فيرتد. الانتي فليكسد اللي هي مقصود بها ايه؟ اللي هو البودي مع السيرفكس. بودي مع السيرفكس. الله ينور عليك. هذا اللاترال فيو. اخذ لاترال فيو. هذا اليوترس. وهذا مين؟ سيرفكس. شايفين حلو ولا والله حسن الشيخ. والله شيخ. والله بتجاملني. والله بتجاملني يا شيخ. والله شيخ. الحمد لله. هذه الانجل اللي انا قصدي عليها اللي احنا بنسميها انت ايه؟ انت فليكس. ركب لي بقى الفاجينا يتركب ازاي؟ يدخل فيها والله. ازاي؟ لازم يعمل انجل هو كمان مع مين؟ بمعنى لو خدت خط مستقيم شغل هندسه بقى كده يبقى ده مين كده دلوقتي؟ الاكس بتاع اليوترس. صح؟ وكده يبقى الاكس بتاع مين؟ سيرفكس. اللي هي الانجل دي. فاهمني ولا لا؟ ركبها الفاجينا. انت فاهم وغيرك يمكن لسه عايز يستوعب. معلش اسمح لي شويه يعني. فممكن اخش انا كمان اركب الفاجينا كده دلوقتي. بص اركبها ازاي. ابدا هنا. هي متعلقه احنا قلنا على مين؟ على السيرفكس. يعني السيرفكس جاي كده اهو من بره. الفاجينا كتيوب اهي اهي تقوم ماسكه في نص السيرفكس. يبقى نص السيرفكس مع اليوترس والنص فين؟ الفاجينا. نازل في الفاجينا. ونازل دي مهمه قوي عشان اللي هقوله بعد كده. بمعنى انك لما تعمل اندوسكوب يعني تبص كده في اكزامينيشن هتاخدوه في السكيل من خلال الفاجينا تشوف مين؟ وهو نازل لك من فوق لان الفاجينا متركبه عليه. وصلت؟ وصلت ولا لسه؟ عايزين نحطه هنا بقى نتركب ازاي؟ هركبه على نفس الاستقامه كده بتاعت السيرفكس. لا اقوم جايبه كده وانساني اكتر كده. لو خدت الاكسيس هذا الاكس تاني هو بتاع مين اللي احنا قلناه بتاع مين ده كده دلوقتي؟ اليوترس. وده الاكس بتاع مين؟ الفاجاين. ادي انجل تاني اهي. الانجل التانيه دي انتي فيرت. عكسها مين بقى؟ شوفوا بقى لما يحصل العكس. هتبص تلاقي اليوترس اللي انتوا شايفينه هنا تحمل في الظهر. فتحس ان هم على استقامه ايه؟ واحده. فلما يحصل بريجنانس هنا بيبقى المنظر كده. لاترال فيو ده السكرم عند الفيميل. دي اللمبر فيرتبري 5-4. في منطقة السكرم هنا دي حدود الترو والبوفولز. فاليوترس يبقى مريح للخلف هنا كده. ولما يحصل اللارجمنت فيه وده كده الفاجينا. فلما يكبر اليوترس يحمل اكتر على مين؟ عن منطقة اللامبر فيرتبري. وانتوا عارفين اللامبر فيرتبري لما نيجي نرسم الفيرتبرال كولم بيبقى في النج كده هانش. في السوركس كده لامبر هانش. معايا ولا لا؟ لامبر هانش. ففي الابدومين بيبقى عامل المنظر ده ويخش على السكرم هنا. فيبقى في هنا اهو لما اليوترس يكبر بالوضع ده يبقى ضغط على مين؟ على اللامبر فيرتبري او ما بين اللامبر ومنطقة السكرال اللي هي منطقة اللامبو سكرال. فتعمل سيفير بين. مش دي المشكلة. اه لما تحمل تتحمل. ما كل بريجننس ورابه شكل. مش دي المشكله انها في الم. المشكله ان كل ما يحصل حمل يحصل ابورشن. كل ما يحصل حمل يحصل ابورشن. ريبيتد ابورشن اللي هو بيسموه ايه؟ عارفين يعني ايه ابورشن؟ اللي هو الاجهاض. ويسال السبب ايه؟ يا ترى في ايه؟ ايه المشكله؟ يحمل الست وتكمل شهر ولا حاجه ويحصل ابورشن.
بشكل كتير في الابورشن. احد الاسباب واحنا بنعمل سونار او بنعمل سي تي نلاقي اليوترس وضعه ايه؟ ريتروفيرتد. وضعه مش طبيعي لحدوث حمل. الوضع الطبيعي لليوترس اللي هو الانتي فيرتد عشان لما كل اليوترس الكافيتي يحمل ويكبر يبدا اليوترس ايه؟ يرتفع ويرجع شويه. معايا؟ وتفضل الانجل الى حد ما، انما لما يبقى على استقامته ويحمل اكتر يبقى سهل يحصل فيه ايه؟ الابورشن. ده من ضمن الاسباب، ما حدش يقول ايه؟ اه الدكتور عبد الرحمن شرح لنا ان لما واحده تحصل لها حمل متكرر يبقى ريتروفيرتد. واحد منهم. فهمنا يعني ايه بقى انتي فيرتد انتي فليكسد؟ اه السبورت بقى. السبورت لمين؟ يا ترى مين اللي بيعمل سبورت لليوترس؟ اقروا معايا كده الوقت مجنون مين؟ برود ليجمنت. سمعنا عليه؟ سمع لكن ما نشفع صح؟ مش ده اللي حصل؟ راوند ليجمنت اللي هو كان من مين ومين؟ فاكرين الاوفري اللي كان الجزء بين الاوفري واليوترس كان اسمه ايه؟ اللي هو الاوفريان اللي ما بين اليوترس ويكمل لتحت لليبيا ميجور احنا سميناه راوند. حصل ولا ما حصلش؟ راوند ليجمنت. يوترو سكرال ليجمنت. يوترو سكرال بون ليجمنت. بس مش زي ما انتم متخيلين ان اليوترس متصل بالسيرفكس. اليوترس حر. امال التثبيت منين؟ من عند السيرفكس. معايا؟ طب مفيش تثبيت لليوترس؟ البرود. الراوند. البرود ليجامنت ناعم لين يعمل سبورت بس بنعومه. فاهميني ولا لا؟ الاوفيريان ولا الراوند ليجامنت؟ ليجامنت ضعيف. انما اليوترو سيكرال، يوترو سيكرال الاسم يوترو بس هو ماسك في اليوترس ولا في المنطقه اللي عند السيرفكس اللي هي العنق؟ عند العنق. في تثبيتات ثانيه هتسمعوها مني لكن عشان نفهم بس الوقت مجرد اسماء. يوترو سكرال من اليوترس للسكرال. ترانزفيرس سيرفايكال ليجامنت بيسموه ماكنرودوتس ليجامنت. اسمه ترانزفيرس ليجامنت. ده بيثبت السيرفكس صح الصح. لو خدنا قطاع عشان نخلص منه في السيرفكس عند مستوى السيرفكس، يعني اخد قطاع كده ترانزفيرس عند مستوى مين؟ ولما اخد القطاع اكيد هيبقى معايا بون من هنا وبون من هنا وعظم الحوض. فلو هتلاقي القطاع عامل كده، ده قطاع في السيرفكس بيبقى ماسكوليتشر بالمنظر ده وطالع من هنا ليجامنت فان شيب متصل هنا بمين؟ مين اللي هنا موجود عندي هنا؟ السايد بون. السايد بون وزيه الناحيه الثانيه كده ودوت. فين اليوترس هنا بقى؟ فوق هنا. واخد كلامي؟ اللي مثبته مين؟ الليجمنت اساسا اللي هو مين؟ سيرفكس. اللي هو الترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت اللي هو ماسك ما بين السيرفكس والبون اسمه ماكنرودوتس ليجمنتس او الترانزفيرس سيرفايكال ليجمنت. في ليجمنت تاني يمسك الحزام بتاعي مع السكرم. السكرم اللي ورايا اللي احنا سميناه ايه؟ يوترو سكرم. دي ليجمنتس قويه. دي ليجمنتس قويه. هناك بعض الليجمنت الضعيفه لكن دول الاساسيين اللي هو الترانزفيرس سيرفايكال واليوترو سكرم. ايه بقى قصه البرود ليجامنت؟ هو جاي ولا لسه؟ اهو بالله عليكم ده ليجامنت اسمه ليجامنت طالما فولد قماشه وعملتها مجوز دبل بقت فولد. عندنا احنا البريتونيوم لما ينثني على نفسه ويسموها فولد بقت اسمها ايه؟ ليجامنت. التعريف بتاعها بريتونيال فولد اسمها ليجامنت. إذا هو هنا سنجل ولا دبل لاير؟ دبل لاير. شوفنا الصورة دي قبل كده، أهو ده، أمال ده مين ده؟ أمال ده مين؟ برود. هو الجزء ده مكمل أهو، ده الأوفيريان ده مين؟ برود. اللي هو كان كمالة مين؟ جبرناكلم، فاكرينه ولا لا؟ ده ليجامنت يعمل سبورت؟ لا. لا، ده أصله إمبريولوجيكال اللي هو بتاع الجبرناكلم. ده يعمل سبورت؟ أه كان بيتقلع الأوفري، لكن بيتقلع أه سبورت، لكن سبورت على قده. والبرود ليجامنت بالنسبة لليوترس ده سبورت. فاكرين لما قلت ان في علاقة بين البرود والفالوبيان تيوب وانها موجودة عند الفري بوردر بتاع البرود وان هي برضه بتتثبت بالبرود
وان البرود تثبيت برضه لليوترس. ايه بقى قصه البرود ده؟ شكله ايه؟ باختصار شديد جدا هناخد فيو ونحاول نفهم، واللي مش هيفهم هنفهمها له بشكل تاني. ساي ان ده اليوترس، دي منطقه السيرفكس، دي الفاجينا، ده الانتيرو ابدومينال وول، دي مين؟ دي البلادر ودي اليوريثرا وده الاكستيريك. واضح؟ هناك ساك في الابدومين احنا سميناها بروتينيات ساك، صح؟ سلوكها ايه بقى لما تيجي هذا الساك؟ فاكرين الرسمه اللي رسمتها انها بتلف على الاورجن، لكن الاورجن مش جواها. ففي عندي البريتون بتاعي اهو، الطبقه بتاعته ايه؟ اللي هو الكلوزد ساك. انا هاخد طبقه منها وتعمل كده. تيجي كده على البلادر، وبعدين تنعكس على البلادر. وتروح على الانتيريور وول اوف ذا يوترس، وبعدين معكوسه كده على اليوترس. وتكمل خلف اليوترس. هنا في الخلف عند الفيميل في المنطقة دي في مين؟ الريكتم ولينا الكنال، وبعدين يجي كده عند الريكتم ومعكوس كده، وبعدين يخش يكمل الايه؟ الساك بتاعة المقفولة. مين الطبقة دي؟ بريتونية. يبقى اليوترس كله كفرد بالبريتونية، انتيريور على الفندس بوستيريور. ماشي يا دكتور، مع مفهوم. ده في القطاع اللي في النصف بالظبط، أنا شايف الكلام ده. إنما لما أجي على اللاترال سايد هنا بتاع اليوترس، لما أجي في الجنب. الضير دي تعمل ايه؟ تتجمع. عشان افهمها لكم واقرب لكم الصوره، يمكن ما قربتش شويه لحد فيكم، بعض الناس فيكم. انا بتصور دلوقتي زي ما تصورنا امبارح ان انا جسمي ده مين؟ يوترس. يوترس البودي. راسي دي مين؟ فندس. وحزامي مين؟ سيرفكس. ولما قعدت كده بالمقعده هنا ومديت رجلي، يبقى دي رجلي دي مين؟ لبسوني عبايه بقى. هاتوا لي عبايه. العباية؟ نفس المنظر، بس العباية بتاعتي هتبقى مقفولة عليا. يعني ايه؟ هخش يدي فيها واقفلها عليا من قدام. وصلت؟ وراسي معدية من العباية. لا، هعمل كمان في العباية ايه؟ هجيبها كده تغطيني. يعني عباية ملهاش فتحة راس. تخيل المنظر؟ عفريت يعني، اكن واقف عفريت. ممنوع. هتدفع ولا هتروح؟ هتدفع. دلوقتي هي احسن. متخيل المنظر ولا لا؟ طيب هحط يدي في العبايه وهطلع يدي كده. طلعت من العبايه. طلعت من العبايه. صوابعي. دخلت في الكافيت اهو. عديت من العبايه، ما انا في العبايه، ما ده البريتون. عديت من العبايه والفيمبريا طلعت وراحت على الاوفري، والاوفري ورا العبايه، ورا البريتونيه، ريترو بريتونيه. هو انا واقف كده لابس العبايه ده وضعي، ولا وضعي نايم على نفسي بالمنظر ده؟ مش كده ولا انا غلطان؟ يبقى لو انا لبست العبايه وانتنيت على نفسي كده، مش هتني كده؟ العبايه مغطيه جزء الامامي مني. العبايه مش عامله كده، وماشي ماشي ايه؟ وبعدين مغطيها اليوترس نفس الصورة. ومكملة على ظهري. وهنا انعكست على البلادر، وفي الخلف منعكس على مين؟ الريكتم. هي نفس العباية اللي أنا لابسها. معايا ولا لا؟ نعم. أما أطلع من الجنب، العباية عندي في الجنب بتعمل إيه؟ الطبقة اللي كانت قدامي مع الطبقة اللي جاية من الخلف بيتجمعوا بمطابق هنا. صح ولا أنا غلطان؟ يدي فين بالنسبة للعباية؟ فوق. العباية مش لافة على إيدي كده؟ يعتبر ده بالنسبة للعباية إيه؟ الفري بوردر. والله انا غلطان. يبقى ده الفري بوردر، وهي العبايه من جنب اليوترس برودلي. فهمتوا حاجه؟ اذا البرود ليجامنت مش الطبقه اللي على اليوترس من قدام ولا من فوق ولا من ورا، ده البرود ليجامنت لما الطبقه اللي قدام والطبقه اللي في الخلف للعبايه يتجمعوا جنب اليوترس وماشيين في الجنب كده، هيمشوا في الجنب في الجنب لغايه ما يلاقوا الجدار بتاع البلفس البون، يجوا عنده وكل طبقه منهم تنعكس عشان تروح تلف على اورجنز ثانيه بقى. هو اصلا التقط بالساك اللي هي في الاصل كانت جايه من فوق، جت من فوق الساك لفت على اليوترس. بس بتلف ازاي؟
لفت قدامه وفوقيه ورا، لكن في الجنب ولانه حر فالسكة تعمل ايه؟ البريتون هيعمل ايه؟ يتجمع زي طبقة العباية زي ما اتفقنا. هل التصور ده في دماغك ولا مش فاهمينه؟ يبقى لما ابص في الجنب هنا بلاقي جنب اليوترس هنا سنجل لير ولا دبل لير؟ الدبل لير واحدة جاية منين؟ من خلف اليوترس واحدة من الامام واتجمعوا مع بعض هنا. وهنا بنقول لك ان الفالوبيان تيوب تقدر تشوفها؟ لا. ليه؟ لانها مغطيه بالعباية. العباية عليها هي على الفري بوردر اوف عباية اوف زبروت لينا. الله، امال صابع فين؟ خارجة من عباية. دخل في الكافيتي. راح في الكافيتي. الله، راح لمين؟ راح للاوفري. الاوفري فين؟ خلف العباية. ريترو بريتونية. وصلت. بس دكتور ناخذها من منطق ان انت برا العباية مو جوا. مين؟ انت. ايوه. بس هتلخبطهم، سيبهم متلصمين. وعايز يقول ان انا كيوترس بقى بعد القصه دي انا لابس العبايه وجوه العبايه والعبايه من النهايه، لكن في النهايه انا جوه البريتونيال كافيتي ولا بره؟ بره. امال ايه الحكايه؟ البريتون اللي انا قلت لكم عليه جاي بينعكس عليا بس. يعني جت اهو ساكة اهي جايه اهي طبعا جايه كده وجت عليا ولفت عليا وراحت لورا، لكن جايه كساك مكمله كساك من فوق. انا بالنسبه لها قلت يوترس وجيت لها من تحت وطلعت لها كده. فاهمين كلامه ولا لا؟ هي ساك. فلما طلعت للساك كده الساك اللي طلعت عليها جابت لي طبقه غطتني من قدام وغطتني من الخلف واتجمعت عملت برود من الجنب، لكن انا في النهايه ممكن واحد يجي من ورا ويسحبني ويرجعني تاني بقى انا بره البريتونيه بره الريترو بريتونيه. انا كيوترس بره البريتونيه الكافيتي مش جوه الكافيتي. انا بره الكافيتي لكن الكافيتي مغطيني. واضح ولا مش واضح؟ اجزاء اليوترس البودي الفندس احنا السيرفكس قلناها اجزاء اهي فيها مشكله في اجزاءه. احنا المنطقه دي هنسميها ايه؟ المنطقه دي اللي احنا سميناها عند نقطه هنا لغايه ما نكمل هنا، اما المنطقه السفلى دي اللي احنا سميناها مين؟ السيرفكس. وهنشوفها دلوقتي. ده لقينا ال فهمت طبعا. ده مين اللي في الجنبين دول؟ صوره ثانيه. حد يقدر يفهمني؟ ايه دي؟ مغلى على ايه دي؟ هو اليوترس هنا ظاهر ليكم ولا متغطي بالطبقه دي؟ وبعدين بعد كده الطبقه فين؟ اللير فين؟ قدام. طب والطبقتين بعد كده لما في الجنب ده والجنب ده بيعملوا ايه؟ دبل اهم بيجوا هنا بيتجمعوا اهو. امال ده فين؟ ريترو. يعني الصوره دي خلفيه ولا اماميه؟ خلفيه. والفالوبيان تيوب في طبقه اهي لير اهي تيجي عليها وتغطيها وتروح لورا. فاكرين المنظر؟ اذا هو ده البروت ليجمنت اللي على السايد وول اوف مين؟ الصوره اللي فوق ده الريليشن بتاعت اليوترس واضحه. شايفين وضعه كيف؟ فين البرادر بالنسبه له؟ انترو انفير. مين اللي انفير؟ تحتيه. يعني هو بالنسبه لها سوبير. يعني لما احط الانتستين في الحرمه دي احط الانتستين بتاعتها فين؟ على اليوترس. واليوترس هو اللي يبقى مغطي البلادر. الريكتم بالنسبه له فين؟ الكلام ده كله هنشوفه. الريكتم والانا الكنال واضحه اهي. دي الريليشن. انا قلت قدامها مين او انترو انفيرور كان مين؟ البلاد. كان في باوتش بين الاثنين. باوتش يعني جيب احنا قلناه وانتم هتفتكروه وسهل كده اللي هو ده بريتون. مش البريتون لما جبته كده وجبته دخلته وطلعته هنا مش في جيب اهو؟ اسمه ايه ده؟ بين الاثنين ده ريكتم ودي بلادر فازايكل. اسمه ريكتو فازايكل باوتش. يبقى مين اللي يبقى قدام اليوترس؟ اليورين. نعم الريكتم فين؟ اهو. انت قلبتها ولا ايه؟ مين اللي قدام اليوترس او انترو انفيريور؟ ينفصل عن ملاصق للبلادر ولا في كافيتي بينه وبين البلادر او في باوتش او في جيب؟ الجيب ده اللي معمول بالريفليكشن اوف ذا بريتونيه. فاكرين ولا لا؟ معايا؟ الريفليكشن والجيب ده بيسموه ريكتو فازايكال باوتش. نيجي في الخلف هنا هوريكم حاجه ثانيه. البريتون اللي كان موجود بالخلف كمل اليوترس وكمل على السيرفكس
وانعكس على مين؟ على الريكتوم. فبيعمل باوتش هنا بين الـ بين السيرفكس وبين الريكتوم. الباوتش اللي موجوده هنا دي اسمه بين الاثنين اسمها ايه؟ ريكتو سيرفايكل. ريكتو سيرفايكل باوتش. بس بقى في خواجه وصفها وسمها باسمه دوغلاس. دوغلاس باوتش. لما نيجي نعمل اكزامينيشن هتاخدوه في المهارات فوق، تحط الفينجر هنا اللي بيسموها بي في اكزام. بي في اكزام. فبتعمل بالبيشن في الخلف المين للدوغلاس باوتش. ولو في مالجنانسي او في تيومر سيلز او في ماس بتحسها هنا في الدوغلاس. اثنين، ممكن ندخل سرنجة. عارفين السرنجة؟ إبرة السرنجة بندخلها ونخش في الدوغلاس هنا وناخد فلويد من البريتونيال فلويد عشان نعمل له اكزامينيشن في احتمال زي البروبلم اللي انتوا بتاخدوها دلوقتي نلاقي فيها مالجنانت سيلز. فاكرين؟ خلينا واحدة واحدة. يبقى البودي، مين اللي قدام البودي؟ اليورينري بلادر، الباك اوف ذا يورينري بلادر، وباوتش اسمها ايه؟ ريكتو فازيكال باوتش، الباك اوف ذا بلادر طبعا. لأن البلادر لها أمام أهو أنتيريور أهو، ده احنا في المنطقة الخلفية. ده أنتيريور. مين اللي ورا بقى؟ اللي أنا قلتها دلوقتي، مين اللي خلف اليوترس؟ دوغلاس. مين اللي خلف اليوترس؟ دوغلاس. الأول شوفوا مين مكتوب قدام؟ ريك. ريك. وبعد الريكتوم ممكن شوية انتستن يخشوا هنا؟ انتستن مالية الدنيا. فانا احط ريكتم واحط انتستن. ونمرة بعدها سيجمويد كولون اللي هو القولون اللي هو النازل. ممكن برضو لانه طويل 50 سنتي ممكن يكون له علاقة بخلفية اليوترس. لانه السيجمويد بعد ما بينزل سيجمويد يكمل ريكتم. والريكتم خلف اليوترس. فممكن اقول ان خلف اليوترس الريكتم واول الريكتم واخر مين؟ السيجمويد. واحط انتستن. لكن في هنا فاصل بين الاثنين، مين الفاصل بين الاثنين؟ الباوتش اللي احنا سميناها ايه؟ دوغلاس باوتش او اللي اسمها ايه؟ ريكتو ريكتوم يوتراين باوتش. اللي لها اهميه كلينيكيه في ان انا اعمل لها بالبيشن او ان انا اخد منها ايه؟ فلويد. لاترال، ايه اللي على جانبي اليوترس؟ برود ليجمنت. لا مش هتكلم بقى. البرود ليجمنت. يوتراين ارتري. يوتراين تيوب. في حاجة في دول مش مفهومة. أنا كيوترس على جانبي الفلوبيان تيوب، على جانبي البرود ليجمنت، على جانبي الشريان اللي بيغذيني بيبقى ماشي جنبي هنا اللي هو اليوتراين أرض. يبقى مين السايد ريليشن أوف ذا يوترس؟ برود ليجمنت. هزود أنا حاجة بقى، بما يحوي. يحوي هو البرود ليجمنت بيحوي. هو لسه هيحوي؟ هو لسه في حاجة؟ احنا كل اللي فهمناه في البرود ليجمنت شكله وانه متصل على السايد وول اوف ذا يوترس وانه بيلف على الفالوبيان تيوب. لكن هو دبل لاير. معقول يبقى دبل لاير ملوش كونتنت؟ مفيش. مين بقى الكونتنت بتاعته؟ ميزوفيري. تو تيوبس. مين التو تيوبس اللي تفتكروا موجودين جواه؟ انا بسميها كده تو تيوبس. تو ارتري. تو ريمننتس. مين التو ارتريز اللي جواه؟ التو تيوبس اللي جواه؟ الفالوبيان تيوب. وحاجه هتبقى جايه زي ما قال زميلكم جايه من الكدني تعدي من تحته فتظهر بينه بين الطبقتين بتوعه قبل ما تروح للبلادر اللي هو اليوريتا. يبقى هنقول في حاجتين انبوبتين جواه، واحده اساسيه هو بيلف عليها اللي هو الفالوبيان تيوب. ومين؟ واليوريتا. اثنين تو ارتريز معروفين. مين الارتريز بتوع الحته دي؟ اوفيريان ويوتراين. تو ريمينانس بقايا من الامبريولوجي. اوفرون وبروفرون سمعتوهم هتاخدوهم. انما هم ايه دول يا دكتور؟ تيوبس صغنونه خالص ورم لايك زي الديدان كده صغنونه خالص. بقايا كان المفروض لو البني ادمه دي كانت هتبقى ميل كانت التيوبس دي هتعمل دكت سيستم في الميل، بس لانها ما طلعتش ميل وطلعت في ميل فبقت ريمينانتس. انما لو كانت هتبقى ميل كانت هتعمل دكت سيستم في الميل. فاهمين حاجه؟ سهله. فبيسموها امبريولوجيكال ريمينانتس، بقايا من الديفلوبمنت اوف ذا دكت سيستم اوف ذا ميل. بس دي في ميل اسمهم بروفرون وايه؟ ووفرون.
نرجع تاني للبرود ليجمنت اللي انا كل سنه اروح وارجع عليه من اهميته. اخش على السيرفكس والفاجاين. فهمنا عليه برود ليجمنت ولا لا؟ وعرفنا الكونتنت حقه. السيرفكس انا قلت ان هي عباره عن ايه؟ سكه. وحكايه ان هو اتشن على 90 درجه وان هو فايبرس كونكتيف تيشو. يعني اليوترس مايومتر اندومتر بيريمتر مايومتر ماسك كونتراكتايل ماسك. انما السيرفكس فايبرس. يعني ايه فورنكس؟ يعني ايه فاجينا؟ الفاجينا التعريف بتاعها فايبرو ماستر. رجعنا تاني بعد ما كان اليوترس كله ايه؟ ماستر. والسيرفكس فايبرس. الفاجينا ياخد من الاثنين فايبرو ماستر. سهله؟ سهله. الفورنكس يعني ايه فورنكس؟ اخر نقطه الفاجينا حول الصدر. يا سلام عليك. فاكرين لما قلت لكم ان السيرفكس بيبقى بالمنظر ده والفاجينا بيتركب عليه كده؟ فاكرين ولا لا؟ فلو انت بصيت كده من الداخل في الفاجينا هتشوف السيرفكس وتشوف منطقه دائريه حواليه فراغ حواليه. الفراغ اللي حواليه ده اسمه فورنكس. ولانه واخد شكل دائري فالجزء من امامي منه بنسميه انتيريور فورنكس. هو واحد هو دايره واحده. هو التجويف دايره واحده بس بنسميه انتيريور فورنكس لاترال فورنكس بوستيريور فورنكس. واحد. يعني ايه هو الفورنكس بقى؟ بوكت. بوكت يعني ايه؟ زي جيب. بيسراوند اليوتراين سيرفكس. حد مش فاهمها؟ الحمد لله. فاجاين فايبرو ماسكول. حد يعرف يقرا لي الكلام ده؟ قول. فاجاين فايبرو ماسكول تيوب سيرفكس. خلي بالكم من فايبرو ماسكول دي مهمه جدا في الديفينيشن بنحطها في اسئله ام سي كيو. اليوترس يوتراين السيرفكس فايبرز. دي فايبرو ايه؟ ماسكول. صحي لي الولد اللي جنبي. انت حكايتك ايه بقى معاه النهارده؟ على طول نام. انت تعبان للدرجه دي؟ لا. ده شكلك تعبان خالص. ما نمتش طول الليل. كنت بتعمل ايه يا عفريت؟ احنا في مصر يقولوا لي ما نامش اصل هو كان بيدح. عارفين بيدح يعني ايه؟ بيدحس. ها؟ مصر المصريين ما يمسك الكتاب طول الليل. الصبح عامل زي الريكوردر. بعد الظهر استنى يا دكتور لما اقرا تاني. خلاص كده بعد اقرا ما قريتش. فاجينا فايبر ماسكولار تيوب سيرفنج از ريسبتكل فور انتر كورس باسج واي فور منسترال برودكت اند بيرث كانال. دي وظيفه فيها مشكله ايه؟ مش حاجه يعني. اللي بعده الجينيتاليا الخارجيه هنتكلم عليها. ليبيا ميجورا ليبيا مينورا والكليتورز واليوريثرا الاورفيس او اللي بيسموها اليوريثرا بافيليا. السيرفكس طوله سنتي. طوله سنتي. سلندر دائري اسطوانه الشكل ببروجكت من الابر اند بتاع الفاجينا. وفهمناها ويعني ايه بروجكت فيه ويعني ايه تشوفه من جوه وحواليه كافيتي اسمه فورنكس بوكت. السيرفكس جزئين. جزء اللي نازل وانت بتشوفه في الفاجينا اسمه فاجينال بارت. وهوريها لكم في صوره دلوقتي هرسمها لكم. الجزء اللي ما دخلش في الفاجينا بيسموه ايه؟ صوره فاجينال بارت. اهو موضوع بسيط. الصوره اللي احنا بنسميها بنيجي كده بنرسم اليوترس اهو. السيرفكس هرسمه كده في الفيو ده. وعايز اركب الفاجينا اركبه ازاي؟ من اول هنا ولا في النص هنا؟ اهو اهو. الجزء ده ظاهر في الفاجينا. الجزء ده اللي احنا بنسميه ايه؟ فاجينا البار. والجزء ده بنسميه ايه؟ سوبرا فاجينا. بصوا كده لما برسمه رسمته بالمنظر ده. من جوه في كنال جواها اللي هتفتح هنا في مين؟ في اليوتراين كافيتي. صح ولا لا؟ بتفتح في اليوتراين كافيتي بفتحه اسمها انترنال اوس. وتفتح على الفاجينا بفتحه ثانيه اسمها اكسترنال اوس. وما بينهما قناه اسمها سيرفايكال كانال. مليان جلان اسمها سيرفايكال جلانس. متشعبه بالظبط زي افرع الشجره. تبدا من السيرفايكال كانال هتاخدها في الاستولوجي وتتشعب جوه هذه القطعه الفايبرس اللي اسمها السيرفكس. الفاجينال بارت هي الموجوده بنقول بنفتح بفتحه اسمها اكسترنال اوس. السوبرا فاجينال بارت هو اللي فاتح في اليوترس. واقرا لي كده مكتوب ايه علاقته بالبلادر؟
نلاقي البروسيدر توري ريكتم ايه ده بقى ليه ركزوا في نمره 2 دي لو خدتوا بالكم قوي هتحسوا ان الجزء اللي احنا بنسميه سوبرا فاجينال بارت هو جزء من مين من اليوترس ينطبق عليه ما ينطبق على اليوترس في الريليشن انتيرير بوستيرير لاترال اما الجزء اللي صعد في الفاجينا اللي احنا سميناه فاجينال بارت هرب دخل الفاجينا الجزء اللي احنا سميناه سوبرا فاجينال طبقوا لي عليه الكلام بتاع اليوترس بالظبط كريليشن هي سهله دي ولا فيها صعوبه يعني الانتيرير بلادر وفي باوتش بينه وبين البلادر وفي الخلف ريكتم وفي باوتش بينه وبين الريكتم وهكذا الجنبين اصل على طول بنحط في ام اس كي على جانبي السيرفكس احنا متخيلين طبعا الشكل بتاع العبايه والمنظر اللي قلت لكم عليه مش كده بس ما حدش قال لي هم الدبل لاير الدبل لاير اوف عبايه بيكملوا لغايه الفاجينا بيكملوا جنب الفاجينا لا الفاجينا خلاص كده بيجوا كده عند منطقه السيرفكس ويرجعوا بقى تاني فالسيرفكس على الجانبين دول بيسموها الحته دي يسموها ايه او المنطقه اللي على جانبي اليوتر بيسموها ايه خدتوها في البروبلم اللي فات اسمها ادنكسيا في الادنكسيا في البروبلم ادنكسيا هي الحاجات اللي على السايد وول اوف ذا يوترس او السيرفكس نيجي على السيرفكس مين اللي دايركت ريليشن لازم على السايد وول اوف ذا سيرفكس ولما الجراح يجي يشتغل في المنطقه دي ويعمل حاجه اسمها هيستريكتومي يقطع اليوترس من عند السيرفكس من عند العنق بتاع السيرفكس سواء كان هيقطع السيرفكس معاه او هيخلي السيرفكس يخلي باله لا يجرحهم على جانبي السيرفكس يورتر فاكرين لما قلت لكم ان البرود ليجمنت في تيوب وفي تيوب جايه من ورا وعايزه تروح للبرادر بتعدي جنب السيرفكس وشريان في منتهى الخطوره البلاد سماي الاساسي لليوترس ماشي جنب اليوترس هنا قبل ما يطلع ويغذي مين البودي نفسه ففي حاجتين مهمين جدا اليوترين ارتري يورتر اما كلمه البارامتريام هي المنطقه اللي بيسموها جانبي السيرفكس اسمهم بارامتريام إذا طلعنا على مستوى ما بين البرود ليجمنت وعلى جانبي اليوترس اسمها ادنكسيا فإذا حصل فيها ما اللي هو فيها الأوفري على سبيل المثال الأوفري موجود على السايد اوف ذا يوترس الجنبين مش كده ولا غلطان عشان كده لما بيحصل ماس والماس تأثر على على الأوفري بتأثر بالتبعية على البرود ليجمنت فبيعمل مشاكل في البرود ليجمنت وما بين طبقتي البرود ليجمنت فيعمل حاجة اسمها ادنكسيا الماس أو ادنكسيا الانفلاميشن انفلاميشن في الكونتنسس اللي موجود على جانبي اليوترس اللي هي لها علاقه بالبرود ليجمنت او على جانبي السيرفكس دي اسمها ادنكسيا اما المنطقه اللي على جانبي السيرفكس نفسها اسمها بارامتريام بس مين اللي يهمني في منطقه البارامتريام اليوترين ارتري اللهم قد بلغت اللهم فشل احنا كنا قلنا ان الليجمنت بتاعه اليوترس وكنا قلناهم وذكرناهم وكان اهميتهم اللي هو مين قلنا ورسمتها مين الليجمنت بتاع اليوترس اللي مثبته اليوترس السبورت فاكرين الليجمنت اللي كان عامل زي المروحه الترانسفيرس وكان ليجمنت قلته من الخلف لا ليجمنت مثبت لكن هناك بعض الليجمنت الثانيه في ليجمنت امامي اسمه انتيرير ليجمنت شوفوا الديفينيشن بتاعه يوترو فازيكال فولت ايه ده سمعتها قبل كده دي فاكرين البريتون اللي انا قلت لكم عليه اللي هي الرسمه اللي رسمتها دي فاكرين اليوترس اللي حطيته كده والبلادر كده وجبت البريتون دخلته كده وطلعته كده الفولد دي بيعتبروها ليجامنت لو اسمها ايه انتيرير ليجامنت اور يوترو بس اللي هو الباوتش يا جماعه بس بدل ما اقول باوتش اقول فولد دي الانتيرير بوستيرير ليجامنت اللي هو مين بقى ده انتيرير ليجامنت ده بوستيرير ليجامنت مين البوستيرير ليجامنت انت قلت لنا اليوترو سيكرا هو يوترو سيكرا ده ليجامنت ده فايبرس ماسك ما بين السيرفكس والسكرم كابول انما في ليجمنت تاني ما بنسموهش يوترو سكرم بنسميه بوستيريور ليجمنت وهو بارتو بريتونيال فولد اكستند من مين ومين بين فرانت اوف ريكتام والبوستيريور سيرفيس اوف ذا فورنكس اوف ذا فاجينا يعني اللي هو المنطقه اللي احنا بنسميها السيرفكس يعني اللي هي ايوه اذا قلنا هنيجي هنا ونرسم السيرفكس وما تجيب الفاجينا والريكتام رسمتهولي في المنطقه دي كده فده الباوتش ودي الفولد الباوتش سميتها دوغلاس انما الفولد دي اسمها ايه بنفس الاسم اسمها بالاثنين ريكتوترين فده الليجمنت الخلفي اذا هو الفولد دي الليجمنت الامامي والفولد دي الليجمنت الخلفي ده انا بقولها لكم ببساطه عشان نسميهم الاولانيه بنسميها
ريكتو فازايكل والخلفيه بنسميها انا اسف يوترو فازايكل والخلفيه بيسموها ايه؟ ريكتو يوتراين. دي الانتيريور ليجمنتس والبوستيريور ليجمنت بالاضافه الى الليجمنتس المهمه اللي احنا قلنا عليهم. في عندي حاجه اسمها راوند ليجمنت اتكلمنا عليها، في حاجه اسمها ترانزفيرس سيرفايكل ليجمنت، اليوترو سيكرا اتكلمنا على الثلاثه دول ذكرناهم قبل كده، حصل ولا ما حصلش؟ اذا كل اللي انت قلته في السلايدز الاولاني ان في عندي اثنين فولد وهم في الاصل بروتينيال فولد، زودتهم دلوقتي انتيرير فولد وبوستيرير فولد، والاثنين فولدز دول بروتينيال فولد، واحده بينه وبين البرادر، واحده بينه وبين الريكتر. خلصنا ده تاني. صح؟ اه. لكن هحط بعض البرود ليجمنت هو عباره عن كوادريلاترال شيب. يعني ايه كوادريلاترال؟ العبايه شكلها مربع. الديفينيشن بتاعه وهو بريتونيال فولد لا علاقه باليوترس اتاتشد للسايد اوف زيتروس لافف على الفلوبيان تيوب لو بورترز لحدود البوردرز الاولانيه بتاعته الانتيريور بوردر في بوردر بوستيرير وفي ميديال في لاترال. طب يا دكتور الميديال واللاترال مفهومين؟ الميديال للبوردر اللي هو مين؟ اليوترس. مش هي العبايه ماشيه كده؟ واللاترال بوردر اللي هي راحه للليسر بيلفس للبول للبول بتاع البيلفس. طب دي مفهوم يبقى الانتيريور بوردر والبوستيرور بوردر. ده انت قلت لنا العبايه كده يبقى العبايه لها ابر بوردر ولها لور بوردر. اللي هي العبايه لما بتيجي وبتنقسم ده العقل ان ايه الانتيريور والبوستيريور. هيرد واحد فيكم قاعد مصحصح بدل الناس اللي نامت يقول لي يا دكتور ما اسمهمش ابر بوردر ولور بوردر ده غلط، لازم يسموا انتيريور بوستيريور لان اليوترس مايل لقدام فالعبايه كلها مايله لقدام، فيبقى العبايه ليها مين؟ اللي هو الجزء اللي بيلف على الفالوبيان تيوب مش فوق امام انتير، ويبقى الجزء الخلف اللي راح للخلف وانعكس، ده انعكس من الخلف مش انعكس من تحت. واضح ولا مش واضح؟ سالبنكس سهله؟ سهله؟ اسمها كده مبروك. بس علشان يعني يحبكوها قوي بتوع التشريح، هو البرود لما يلف على الفالوبيان يبقى اسمها ميزو سالبنكس، ولما يقرب لليوترس اسمه ميزومتريا. اتاتش تو ذا اوفر اتاتش هنا والاوفر اللي في الخلف فاكرين العلكه رايح جيبها كده الجزء منه اللي له علاقه بالاوفر اسمه ميزوفيريام. يبقى في اجزاء له اسمها ايه؟ ميزومتريا ميزوفيريام ميزوسالبنس سسبنس. يا نهار ابيض سسبنسري سسبنسري مش انت السسبنسري اللي قلت عليه فايبرس بيتصل ما بين الاوفري والبيرفس في جزء من البروتونيه من هو البرود متصل وملحق بيه فهو جزء منه بنسميه برضه سسبنسوري ليجامنت. والاسم الثاني بتاعه تحفظوه انفانديبرو بيلفيك ليجامنت. كلمه انفانديبرو بيلفيك هي السسبنسوري ليجامنت اللي هو اللي كان بيكونكت الاوفري مع البول. اذا ما هي اجزاء البرود ليجامنت؟ اربعه. اذا لف على الفالوبيان تيوب يبقى اسمه ويزوسالبس. اذا كان جنب اليوترس اسمه ميزومتريا. إذا كان متصل في الأوفر يبقى ميزوفيريام. إذا كان في الأوفر بس متصل للبون اسمه سسبنسور ليجمنت أو انفانديبلو بيلفيك ليجمنت. يا مسهل يا كريم. كونتينس تو تيوبس. تو تيوبس. تو ليجمنت. تو أرتري. تو إمبريولوجيكال ليجمنت. شفناها؟ ولا أقولها تاني؟ الكونتينس تو تيوبس. قولوا. اسمع. يوروتيرا. أيوه احفظوا. تو ارتريز يتراين اوف تو ريمينانس ابو فاضل مين؟ روهم هم بروفرون واوفرون تو ليجامنتس راوند اللي هم اجزاء مين؟ الجوبرناكيولا ولا انا غلطان؟ فاجاين فايبروماسكول بتمتد منين لفين الفاجاينا؟ من حول السيرفكس للكستيلس فيها تيوب عشان اخلص بسرعه موجوده خلف البلادر الصوره ليه؟ مظبوط موجوده دكتور صح موجوده؟ اه صح كده الصوره دي اذا كان ده الفاجينا كده دي البلادر وده اليوريثرا يبقى هي الفاجينا قدامها جزء من البلادر وجزء من مين؟ واليوريثرا راكبه على الانتيريور وول اوف ذا فاجينا انا ساعات اسميها كده لو انا عندي سلندر اعتبر السلندر دي زي فاجينا هجيب القلم ده واحطه على السلندر ادي اليوريثرا سهله يبقى ايه وضع اليوريثرا بالنسبه للفاجينا انتيريو يبقى هي بيهايند البلادر قدام الريكتم خلف البلادر قدام الريكتم بيرس كانال ومقفوله بالايه؟ بالهايند
اللي يهمني فيها الريليشن بلوك سبلايم ريليشن انتيري مين اللي قدامها يوريتر اللي قدام الفاجينا اليوريتر يوريترا اليوريتر ده اللي جاي من الكدني للبنادر اليوريترا هو الاحليل الاحليل باللغه العربيه الفصحى اللي هو اليوريترا يعني اسمه الاحليل اسمه كده واضح انا مش واضح يبقى انا عندي الانتيريور حاجتين انتيريور يعني هنا حاجتين انتيريور قدامه هنا انتيريور في المنطقه العليا وانتيريور في المنطقه السفلى انتيريور في المنطقه العليا الباك اوف ذا بلادر انتيريور في المنطقه السفلى اليوريترا وضحت فاهمين يعني ايه فوق وتحت بيلو خلاص بوستيريور مين اللي خلفه لا ركزوا بقى كويس قوي مش احنا اتفقنا ان ده الريكتم وده الانال كانال وده الفاجاين بنقسم الريكتم ثلاث تلات بصوا كده معايا الابر سيرت من مين من الفاجاين سوري بنقسم ده ثلاث تلات بنقسم ايه بنقسم ده ثلاث تلات الفاجاين بنقسمها تلت وتلت وتلت التلت العالي من الفاجاينا ريليتد للدوجز والله انا غلطان انه قريب من السيرفكس التلت الوسطي له علاقة مباشرة مع مين؟ ركتم. مع الريكتم التلت السفلي من الفاجينا الريكتم بيعمل هنا الكنال وبتهرب للخلف ده الوضع التشريح بتاعها ولذلك بيبقى هنا فيها جسم فايبرس تيشو بالاثنين اسمه بيرينيال بودي يفصل ما بين الفاجينا والإين الكنال واضح؟ ايش اسمه دكتور؟ ها؟ بيرينيال بودي؟ بناخده في البرينيل اللي هو عباره عن حاجه فايبرستيشو في المقعده بتاعتنا من تحت خالص في حاجات كتيره اتاتشد له لكن بالنسبه للجزئيه ديت ان هو وضعه ايه بالنسبه للفاجينا خلف التلت السفلي منه اذا من خلف الفاجينا ثلاث تلات لو انت عالي يبقى وراها الدوجز يعني لما نحط ايدينا في الفاجينا في البي في اكزام وانت بتعمل بلبشن في الخلف كده تبقى عارف انك لو في الجزء العالي خالص وراك الدوجلاس لو في النص وراك الريكتم لو تحت هتلاقي حاجه فايبرس بتفصلك عن لينا الكنال اسمها بيرينيال بودي بصوا كده كمان بيرينيال بودي السفنكتريك يوريسرا دي خلوها لما تاخدوا اليوريسرا مش هتفهموها بقى عشان هو بيبقى جاي من الخلف بيلف بطريقه كده معينه الاكسترنال جينيتاليا البلاد سبلاي طبعا بتاع الفاجينا يبقى جاي منين؟ انا مش هقدر اقول كل حاجه هو فاجينال ارتك عارفين جاي منين؟ زي اليوترين ارتك واليوترين ارتك كان جاي منين؟ من الانترنال الفاجينال ارتك زي طب مين الدرينج لا الدرينج اللي هو الفينوس درينج فاجينال فين بلكسس معينه حواليه المهم في الاخر بتروح لمين؟ للانترنال الياك فين للانترنال الياك فين نفس الاسماء هيتفضل لي بس الليمفاتيك درينج عشان هنطول فيها قوي وكفايه كده انما هتقروا لي انتوا الليمفاتيك درينج مهم قوي اقروا لي انتوا الليمفاتيك درينج بتاعه اليوترس والسيرفكس والفاجينا واجب هوم وورك تعرفوا تعملوه ولا مش هتعرفوا كلمه ورد غطاها كلمه ورد غطاها لما تيجي اليوترس قولي اليوترس اجزاء الفاندس بيروح لدي البودي بيروح لدي السيرفكس بيروح لدي الفاجينا بتروح لدي اسماء بس الليمف درينج اسم الليمف نود بالنسبه للمنطقه اللي هي الاكسترنال جينيتاليا هي منطقه كولكشن من الفات فوق منطقه اللي هي سيمسس بيوبس في الفيميل بنسميها مونس بيوبس الفاتي اريا مونس بيوبس مقصود بيها اللي هي فاتي اريا بتبقى موجوده قدام منطقه السيمسس بيوبس اللي هو التقاء الحوضين اللي هي العظام هي كفرد من البيوبيك هير بعد البيوبيرت دي منطقه الايه المونس بيوبس اما بالنسبه لبقيه الجينيتاليا هو عباره عن اثنين سكين فولد الفولد الخارجيه دي اللي احنا بنسميها ليبيا ميجورا ثم ليبيا واحده ثانيه دي هيري اريا او هيري سكين بكل اللي فيها زيها زي بالظبط زي السكين اما الجزء الداخلي ده ليبيا ميجورا اللي هي عباره عن سكين فولد في فولد ثاني داخلها اسمها ليبيا مينورا دي ما بقاش فيها هير والاثنين دول مع بعضهم بيبقى لهم علاقه بحاجه اسمها الكليتورز اللي هو مقابل للبيس في الميل تحتها مباشره اللي هو فتحه اليوريثرا المنطقه دي اسمها الدهليز او الفيستيبيول اللي بتبقى فاتحه فيه الفاجينا مجرد ان افتح الاثنين ليبيا مينورا بعيد عن بعض بشوف الفتحه الاوريفيس بتاعه الفاجينا ولكن لو ديت فيرجن بشوف عليها ممبرين اللي بيسموه الهايمن بيبقى على منطقه الفاجينا الاوريفيس في المنطقه دي
الليبيا ميجورا ومينورا دي سكين فولد، الاثنين سكين فولد. ما مقصود بكلمه الفيستيبيول؟ يعني ايه فيستيبيول؟ دهليز. عارفين دهليز بالعربي؟ اسمه فيستيبيول. لما الاقي الاثنين ليبيا ميجورا ونعمل لهم ابارتيشن عن بعض، نبعدوا عن بعض، المنطقه ديت منطقه الفيستيبيول. فالمنطقة الفيستيبيول انكلوزد باي ليبيا ميجورا. يعني انكلوزد بليبيا ميجورا؟ يعني مسكر عليها ليبيا ميجورا. مجرد الليبيا ميجورا تنفتح، المنطقه اللي ظهرت دي اسمها ايه؟ فيستيبيول الدهليز، اللي هو بيحوي مين بقى؟ فتحه مين؟ فتحه اليوريثرا في الصوره اللي انتم شفتوها. وفي نفس الوقت في غده اسمها جريتر فيستيبولار جلاند، الفاجينا اللي شفناها كده، والسكين فولد. لا السكين فولد، السكين فولد بتبقى عامله كده. ها مفهوم كلام اسمع؟ لا الجلاند، الجلاند، الجلاند. بنشيل الاثنين ليبيا ميجورا، بنلاقي فيه ضغط فتحه هنا ديب للليبيا ميجورا، وبقيه الجلاند تحت الليبيا ميجورا. يعني حطها دي بالصوره. يا سلام، احلى حاجه. بص يا ابني، دي الفولد اللي احنا بنسميها ليبيا ميجورا. مجرد ان اجيب الليبيا ميجورا افتحها كده، فلاقي في ضغط فتحه فيها من الداخل في الفيستيبيول. هذه الفتحه او الضغط تؤدي في الداخل الى جلاند لوبيوليتد زي بالظبط قد الحمصه، عارفين الحمص؟ اسمها جريتر فيستيبولار جلاند. هذه الجريتر فيستيبولار جلاند اللي بتسكريت ليوبريكنت فلويد اثناء السكشوال انتركورس، بتعمل لوبريكيشن اثناء السكشوال انتركورس. فاحنا بنقول الوقت ان انا عندي في الفيستيبيول اللي بتحويني الليبيا ميجورا، وهذا الفيستيبيول اللي هو لما نشيل الاثنين ليبيا ميجورا اشوف حاجتين مهمين جدا، فتحه اليوريثرا اللي هي اخر اليوريثرا، اخر اليوريثرا، وفتحه الايه؟ الجريتر فيستيبولار جلاند. في ايه تاني؟ وانا شايف برضو الاثنين ليبيا ميجورا بعيد عن بعض، بشوف الكليترز، بشوف الكليترز اللي هو مقابل للميل فينس. الكليترز هو عباره عن الركتايل تيشو زي الفينس بالظبط، اثنين كوربوره واحده كوربورا، لو كوربورا كافرنوزا. اخذتوا البينس ولا لسه؟ لا لسه هتاخدوه. هي نفس الكونتنت بس على حجم صغير، رودومنتري وهو كورسبوندنج للبين بينس. المهم ان التيشو اللي موجوده جواه الريكتايل تيشو. لا ده ما عندناش السنه دي. شكرا. شوفوا بقى دلوقتي هتجيبوا لي وتقولوا لي بعد اللي انا قلته ده، الليمفاتيك دريرش بتاعه الميل الفيميل ريبرودكتيف سيستم كله، تعملوا لي تجميع وتجيبوها لي وتوروها لي، الاوفر الفالوبيان تيوب البودي يوترس السيرفكس الفاجينا كل. دلوقتي انا وضع الاوفري خلاص، واللي يشوف مجرد سبوتس ده الاوفري، دي الفامبريا بتاعه الفالوبيان تيوب، فالوبيان تيوب. انما اللي تحت الفالوبيان تيوب ده الراوند، ده انا اسف، بقيه الفالوبيان تيوب، اليوترس، الفندس، البودي، بودي، كل ده بودي. دي البلادر، ده بلاستيك، سيبكم منه. منظر هنا تاني، شايفين كده كلكم ولا لا؟ بصوا معايا، الاماميه دي البلادر، اللي تحت دي اللي راكب كده عليها كده من منظر كده من فوق، ده اليوترس اهو. اللي لونها احمر دي الفيمبريا بتاعت الفالوبيان تيوب، اللي لونه اصفر ده الاوفري. واضح؟ سيبكم برضو من الحاجات البلاستيكات دي. صح، برافو عليك يا ابن الله ما شايفه. دي منطقه اللي هو ليبيا ميجورا، مجرد ان نعمل لهم ابارتيشن، المنطقه اللي في اللي موجوده في الداخل دي اللي احنا بنسميها ايه؟ فيستيبيول. الفيستيبيول افتحها كده، دي المنطقه بتاعت الفيستيبيول، دي الليبيا ميجورا، دي مين؟ الليبيا مينورا اللي تحتها، دي اللي هو الفاجينال اورفيس، دي الفاجينال اورفيس اهي الفتحه بتاعتها اهي، ده مكان الهايمن، دي الفاجينا، دي منطقه السيرفكس، ده البودي، ده الفاندس، دي البلادر، ده الريكتم، دي الانال كانال، ده البرينيال بودي. برينيال بودي اللي هو بيفصل مين عن مين؟ اخر الفاجينا عن الانال كانال. وضحت؟ الفاجينا لوبي اهي.
الكورجيشن اللي انتوا شايفينه ده الفاجينا اهي 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 اخرها اهو ده الاورفيس اهو في الحته دي دي ليبيا ميجورا دي ليبيا مينورا واضح كلامي ولا لا لما اعمل سيبريشن لليبيا دي عن ليبيا الثانيه المنطقه اللي في الداخل احنا سميناها هنا الفيستيبيو اللي هي بتفتح فيها مين اهو اليوريسرا اهي شايفين اليوريسرا اهي اخر اليوريسرا اهي دي اليوريسرا فتحة هنا اهي فتحتها فين بالنسبة للفاجينا فوق الفاجين فوق الفاجين ودي المنطقة اللي بيبقى فيها الكليتوس بيبقى فيها الترتيب اهو كليتوس يوريسرا الاورفيس ادي الفاجينا اهي والجلاند على اهي جوه هنا الجلاند بقى جوه في الداخل هنا ورا ليبيا ميجورا دي انما البلادر اهي خلف البلادر وده الفاجينا دي منطقة السيرفكس وزي ما انتم شايفين لها علاقة بالبلادر امامي وفي الخلف الركتا اما اخر الفاجينا برينيا البودي اللي هي المنطقة دي اللي هي بتفصل الفاجينا عن مين؟ عن الانا الكنال واضح كده؟ مفسه ما فيش في حاجه في مين اللي شاف يتحرك كده واضح دول دكتور لا ده الاسبوع اللي جاي دكتور دكتور استنى هي واحده دكتور واحده بس واحده خليكم بصوا لي في البلايستيشن كده يا شباب لو سمحتوا فين البلادر هنا بلادر هاي ايوه ده الفرتبري من الخلف اهو ده الفرتبري في الخلف اهي على الاقل اللي قدام اهي بصوا كده بقى اليوترس فين شوفوا الفتحات اللي هنا ده اليوترس اهو شوفوا قد ايه صغير جدا اهو ودي السيرفكس ودي الفاجينا اهي المنطقة الخلفية ده الريكتم اهو ده الانا الكنال اهي وده البلادر وده اليوريسرا وده اللي احنا سميناها اللي هو البرينيال بودي اللي بتفصل الانا الكنال عن فتحة الفاجينا ودي الليبيا ميجورا اهي من بره اهي دي اللي ظاهرة هنا نقول تاني يبقى دي اليوريسرا مالناش علاقة بيها دلوقتي الفاجينا فتحة في الخارج ده الاورفيس اهو فتحة الفاجينا معايا اليوترس اهو ده الفاندس ده الريكتم ده الانا الكنال هات لي دي كمان كده اهي اوضح دي هسيبكم من دي بقى الفيرتبرال كولم اهو يبقى احنا في المنطقه الخلفيه يبقى اي تيوب هنشوفها في الخلف هنا يبقى ده مين ريكتر اي فتحات موجوده هنا يبقى من فوق لتحت يوترس سيرفكس اهو سيرفكس واضح اهو فايبرس اهو شايفين لونه ابيض اهو وبعدين سيرفكس اهو اهو وبعدين دي الفاجينا اهي فتحه الفاجينا في الخارج اهي ودي البلادر شايفين قد ايه صغننه اهي البلادر اهي ودي اليوريسرا اهي فتحه في الخارج ودي الليبيا ميجورا اهي كبيره دي الصغنونه الحته الفولد اتقطعت اهي دي الليبيا مينورا دي الليبيا ميجورا واضح كده بس كده ده اللي عايزكم تعرفوه بص دي واحده بودي شفتوا هذا هنفتح الحته الصغنونه دي بصوا كده معايا يا جماعه دي واحده لو سمحت المنطقه اللي هي في الجنب اهو دي الفالوبيان تيوب اهي اهي اللي هي متصله بالاوفر اهي بالليوترس اهي دي بس طبعا شكلها مش حلو ده الليجمنتس ده الليجمنتس اللي هو الراوند لو بس هيجي لتحت بقى ده الراوند انما ده الفالوبيان تيوب اهي والخلف ده اللي هو الاوفر اهو الاوفر اهو لا هنا وحش شايفين دي كده يا جماعه لا شايفين المنظر اللي بيوليتد ده ولا لا ده الاوفر اهو اللي عليه دي اجزاء الفالوبيان تيوب كلها مش واضحه طبعا عشان ده بلاستينيتد لكن هي دي الفالوبيان تيوب وده الاوفر اهو اوفر وفالوبيان تيوب دكتور عبد الرحمن هذول الصغار ولا كده حجمهم صغير لا هي الثانيه زي بالظبط ما قلت لك حجم اليوترس قد الحامض اللي هي الكبيره شويه ليه ده الصغار يا دكتور تقريبا فيلبينو ما اعرفش جايين منين بصراحه يعني هي عشان الجنس نفسه انا حتى لما جاء حتى الماسلز بص الماسلز بتاعته صغيره بس صغيره تحس انها ماسلز بتاعت اطفال بس ده قضت فهو واضح ان هم احجام صغيرين طب يمكن كبير بس ما يتغير لا من الموز بتاعته ممكن تكون من بوز وصغيرة لا كل الاثنين عشان كده صغيرة اتحركوا كده يا جماعة لا دكتور دي فتحة اليوريسرا فين البتاع اللي كنت بشتغل فيه؟ الريكتا ما شارك فيها انا هذا خلفه يا جماعة اللي ما شافش يجيلي ده ايه؟ ده الريكتا ما هو؟
دايز ودي فتحة الفاجينة ايه واليوريسرا سهلة اوي هذا ايش دكتور؟ بلاش ده بلاش تبص على ده طالما وحش يا سويد ايه اليوريسرا ايه الريكتم اهو مكان السويد اللي شاف يا جماعة انتوا شفتوا